بذكرى مرور 100 سنة على تأسيس النادي. وهنا في هذه الليلة ترجي التونسي يستقبل ضيفه القادم من بيروت، فريق النجم اللبناني في إياب الدور 32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لهدف، مباراة تقدم فيها النبيذي بهدف التونسي مراد الهذلي قبل أن يعود الترجي في الوقت بدل الضائع بهدف الجزائري عبد القادر بدران. نتيجة تعطي الترجي الأفضلية، التعادل السلبي يكفي في هذا المساء، والنجم مطالب بالفوز بأي نتيجة للتأهل لدور 16 وتحقيق المفاجأة أمام الترجي غول إفريقيا وصاحب الرقم القياسي في هذه البطولة بثلاث ألقاب، البطولة التي انطلقت في عام 81 وكان النجم وصيفا في نهائي النسخة الأولى. نسخة العام الماضي الفريقان ودعا من الدور من هذا الدور، الترجي أمام الاتحاد السكندري، النجم اللبناني أمام الأهلي المصري في نسخة توج بلقبها النجم الذي غادر بطولة هذا العام أمام شباب الأردن. إذا لحظات مشاهدينا الكرام على بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول، طاقم تحكيم إماراتي بقيادة عادل النقبي يعاون مسعود حسن وجمعة المخيني في حكم المباراة الرابع من البحرين محمد بنفو. في المقابل محمد عبد العظيم مدرب فريق النجمة يدخل هذا اللقاء في المرمى عباس حسن، ومونديال الأندية في ديسمبر فريق غالبا ما ينهي الموسم ببطولة ويبدأ الموسم ببطولة، وهنا الترجي يبدأ هذا اللقاء بتسديدة، لكن التصدي من عباس حسن حارس مرمى المنتخب اللبناني السابق اللي كان عنده تجربة في النرويج ثالث موسم مع الفريق. الكرة بيستعيد في وسط ملعب المباراة فريق الترجي، الكرة بتلقى للأمام محاولة انطلاقة، الكرة خطيرة، الكرة بتأتي للعارضة فكرتها حلوة من الخنيسي، لكن الكرة مرت إلى ركلة مرمى عند الحارس عباس حسن في محاولة كانت لمصلحة الترجي للوصول إلى مرمى الحارس عباس حسن حارس مرمى فريق الترجي، لكن رغبة الترجي أكبر. يا سلام، أنيس البدري مر، تقدم في هذه الكرة أنيس، يحاول أنيس، مر أنيس 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 أنيس، الله، كرة البدري مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى النجمة في محاولة في لقطة فنية من جانب البدري، مر من لاعبان كرة، لكن مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ثاني وصول، ثاني تهديد، ثاني محاولة، الترجي يقترب ولا زال يلعب في بطولة الدوري اللبناني مع نادي الشباب الساحل. هذه كرة يستعيدها من هناك خليل شمام، كرة لمصلحة الترجي، الترجي أيضا يمتلك من الأسماء، هذه كرة ومحاولة خطيرة لخناسي، أوهو، جول، فعلها الترجي لخناسي، لخناسي 1-0 يعطي الأسبقية للترجي هنا في رادس، لخناسي أفضل مهاجمي ترجي في العشر سنوات الأخيرة يعطي الأسبقية لمصلحة غول إفريقيا، لمصلحة المكشخة بكرة ما كان فيها تسلل، فيها متابعة، وهو ملك المتابعة، وهو واحد من أفضل رؤوس الحربة في المتابعة، هو طه ياسين الخنيسي، يضع الترجي في المقدمة بهدف مقابل لا شيء، 1-0 هنا في رادس الذي يتحرك ويشتعل، جمهور الترجي سعيد بهذا الهدف. قاد أظفار العماني الموسم الماضي للثنائية الدوري والكاس، فاز بلقب الدوري من دون خسارة، محاولة ترجية، طه ياسين يلعب كرة من هناك، لكن الكرة هذه محاولة تمريرة للأمام، كرة في مكان، وصلت الكرة إلى أنيس، يبدو لي أنيس البدري يحاول في هذه الكرة، التغطية من جانب المدافع عبد الله عيش، ما زالت الفرصة، المحاولة، وصلت الكرة لأكوامي، خطيرة هذه الكرة للترجي عرضية، لكن المتابعة موجودة من أنيس البدري، هذا هو صاحب هدف المباراة الوحيد طه ياسين، هذه محاولة وصلت بشكل ممتاز، خطيرة هذه الكرة أمام المرمى، الركنية رقم 4 لمصلحة الترجي في شوط المباراة الأول، تلعب بشكل قصير، كرة وصلت من هناك، أنيس البدري يلعب لكرة عالية راسية، الكرة مرت، كرة الخنيسي مرت بجانب القائم الأيسر، المطالبة بركنية، الكرة في النهاية تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق النجم الذي يعاني في شوط المباراة الأول من دون أي محاولة على المرمى أمام فريق الترجي أمام هذه الجماهير. هذه كرة، شوف الأخطاء، المحاولة للترجي، أوه، الكرة شالها بشكل رائع إدريس أنيانغ، شمس الدين الذوادي، بلال بن ساحة، هذه محاولة للترجي، شوف أخطاء فردية من جانب اللاعبين، نجمة، أوه، صفرة وخطأ من خارج منطقة الجزاء في كرة خطيرة،
في كرة خطيرة لمصلحة الترجي لو استغلها قادر على أن يسجل هدف ثاني من خمس لاعبين. بالرمضان في كرة قريبة جدا على مرمى النجمة. بالرمضان يحاول بالرمضان. الله، برافو حارس المرمى بشكل رائع عباس حسن، بيد واحدة يبعد هذه الكرة، وبالتالي الكرة كانت في طريقها للمرمى. انقاذ بشكل رائع في منتهى الروعة من جانب عباس حسن. يستعيد هذه الكرة من هناك فريق النجمة. وصلت الكرة إلى إساكا ديارا، فاز شمسي مع فريق النجمة قادم من صحم العماني. كرة للأمام يحاول في الله، خطيرة. حدث ما لا يتمناه مدرب النجمة وجمهور النجمة وكل عاشق للنجمة عباس حسن. ب11 لاعب النجمة غير قادر على إيقاف الترجي، ب10 لاعبين ماذا سيفعل فريق النجمة أمام غول إفريقيا، أمام الترجي الأفضل منذ بداية المباراة؟ شوف التحرك والمتابعة. أحمد تكتوك يدخل في هذه اللحظات مكان عباس حسن فيما يغادر أرضية الملعب. يبدو لي بداية المباراة هذه كرة ومحالة، فرصة الهدف الثاني، كرة في مواجهة المرمى. الله 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 الله، حرام، كنا نتمنى أن الله على كرة، لكن تسلل موجود، لا وجود لوضعية تسلل في الإعادة. واضح بأنه عبد الرؤوف بن غيث لم يكن متسللا في اللقطة السابقة، سجل هدف جميل لكنه يلغى. شبك المرمى أيضا يسقط في هذه اللحظات أو يفلت، وبالتالي دخول تمشي هذه الكرة إلى خليل شمام. كرة لمصلحة الترجي لكبير إفريقيا وبطل إفريقيا. صافرة نهاية شوط المباراة الأول من جانب عادل النقبي. أيها الأحبة، في كل مكان في شوط سيطر فيه الترجي منذ البداية حتى نهايته بهدف سجله طه ياسين الخنيسي في شوط طرد فيه الحارس عباس حسن. شو الحد من لعبة الارتكاز ويسيب اللعب بتاع النواحي الهجومية عشان كمان لو يقدر يعمل هجمة مرتدة. تغييرين في الشوط الثاني كيف ممكن يتصرف معهم فريق النجمة للعودة للقاء؟ معذور إن عظيمة ما عندوش لاعب كتير على الدكة تقدر تغير بشكل أداء الفريق النجمة وخصوصا في الشق الهجومي. نعم، انطلق الشوط الثاني. انتقل بالكلمة مباشرة إلى حازم عبد السلام. شكرا كابتن رضا، وشكرا كابتن خالد. وصلت هذه الكرة عند الظهير المدافع الأيمن العصري الدرباري، لكن الكرة خطيرة، الكرة تصويبة قوية لكن الثانية. كرة وصلت إلى الدربالي، لا وجود تسلل، الكرة إلى أنيس البدري، عرضية خطيرة، كرة يبعدها حارس المرمى. بعد ذلك إيساكا ديارا، لمين يا إيساكا؟ كرة يستعيدها من هناك خليل شمام. على سيطرة الترجي في عام 2004 على حساب المنتخب المغربي أعتقد مع روجيلو مير. تسديدة، الله، كرة مرت من جانب حارس المرمى أحمد تكتوك، تسديدة من الياس شتي المدافع الجزائري الذي يبحث عن أول أهدافه بقميص الترجي. كرة وتسديدة، لكن الكرة مرت من تحت يد حارس المرمى، كان يحاول أمام الفريق تشادي لكن في النهاية تأهل. في النهاية الفريق التونسي يريد أن يفعلها في الإياب هنا في رادس. كرة من هناك إلى سامح الدربالي، ومن لا يتمنى أن لا يسجل في الترجي. هذه كرة أنيس، عرضية، الكرة في أمام المرمى، خطيرة، الكرة الهوني، سدت كرة شارع حارس المرمى، فرصة هدف ثاني كانت قريبة، لكن تكتوك تصدي في منتهى الروعة الذي يعيد عهد وتاريخ الكرة اللبنانية. هذه كرة في الجهة اليمنى، عرضية، الكرة، سامح الدربالي بيخلصها، هذه كرة بيستعيدها مرة أخرى. بدأ يظهر فريق النجمة، تصويب الكرة من نادر مطر، تحولت إلى ركنية أول حضور. الدربالي، الكرة براسية تحولت إلى ركنية لمصلحة الترجي. فرصة كانت قريبة يا الخنيسي، الهوني هدي اللعب، يعيدها إلى كوامي بونسو. كرة ترجية محاولة للأمام خطيرة، هذه كرة تمريرة، الكرة طاها 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 طاها، الله، حلوة، جول. هو مرة أخرى طه ياسين الخنيسي، قوية حتى لا تعود من مرمى النجمة، يؤكد على أحقية الترجي بهدف ثاني والتأهل إلى دور 16 من بطولة الأندية العربية. قوية هذه القذيفة، طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 80 يسجل هدف من أجمل ما يكون، من أروع ما يكون. هذه ممكن فيها تسلل، لكن في النهاية يكملها في المرمى. هدف، أي إنجاز يا عظيم، وأنت لم تسدد أي تسديدة على المرمى. محاولة خطيرة،
الفريق التونسي الوحيد الذي سيكون موجود في دور 16. الفرق التونسية خطيرة. هذه الكرة فرصة الثالث، أنيس البدري أضاع فرصة الهدف الثالث.